اهلا بحضراتكم معانا حلقه يوم الاربعاء 22/7/2020. النهارده احنا عاملين حلقه عن النبيله، عن الشريفه المخلصه التي لا تغير من كلمتها. لما يكون في انسان نبيل شريف مخلص تلاقوه ما يغيرش كلامه، يفضل كلامه بنفس المنطق ونفس الفكر ونفس الدوافع. لو لقيته في حد بيغير كلامه اعرفه انه في حاجة مش مظبوط، في قناعة اتغيرت جواه، في حد أثر عليه، في مكسب ظهر خلاه يغير كلامه أو يغير قراراته. النهاردة هنتكلم عن مصر، مصر اللي كلامها من الأول للآخر هو هو. هتشوفوا كده واحنا بنتحاور مع سيادة اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب. هنتكلم شوية عن التحديات اللي بتواجه مصر، هنتكلم عن العملية اللي أحبطتها القوات المسلحة بالأمس في كمين بئر العبد في شمال سيناء، هنتكلم عن ليبيا، هنتكلم عن أثيوبيا، ونشوف هل مصر من أول يوم لآخر يوم قالت نفس الكلام في وجود أطراف أخرى. مالينا ما مليناش، دي المطرة، ده ربنا كرمنا، ده احنا مالينا بس ما بنقولش، السودان بتصوت، محطات الكهرباء باظت، منسوب النيل قال، أكيد أثيوبيا فتحت أبواب السد وملت من غير ما تقول لحد. كلام وعكس الكلام، لكن مصر ما عندهاش كده. مصر رأيها قبل ما بتقوله بتذاكر كويس وبتستشير صح، وعندها وفود عظيمة للتفاوض، وعندها قدرات أخرى، قدرات دولية وقدرات أمنية وقدرات عسكرية، وكلمتها مسموعة. مصر من الأول للآخر في قضية السد وفي قضية مكافحة الإرهاب وفي قضية ليبيا. تعالوا نشوف مع بعض كده الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول مرة تناول فيها هذه القضية، قضية خطر زيادة الميليشيات المسلحة في ليبيا على الأمن القومي المصري. كان ليه تصريح. بعد شوية لما الموضوع زادت خطورة كان ليه تصريح. بعد شوية قال لازم ناخد موقف، واوعوا تحسبوا صبرنا ضعف ولا انتظارنا تردد. يخطئ من يظن أن صبرنا ضعف وأن انتظارنا تردد. بعد كده لما حسم الأمر ولما حط الخط الأحمر ولما ردود الفعل دوليا وعربيا وعالميا على كلامه وعلى تصريحاته، ولما خدنا التفويض بتاع مجلس النواب، هو الكلام واحد من الأول للآخر. عظيمة يا مصر، تعالوا نشوف الكلام. اعتبارا من ساعة 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد. أقول إن الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون أهدافه الأول.
كل الدعم، كل الدعم لوحدة الأراضي الليبية، كل الدعم، كل الدعم لاستقرار ليبيا، كل الدعم لاستقرار ليبيا. سيرة الأضفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. زي ما شفتوا حضراتكم كده وسمعتوا معانا، الكلام هو الكلام والرأي هو الرأي والفكرة هي الفكرة، والشطارة ان انت ما بتطلعش كل ورقك مرة واحدة، يعني انت بيبقى عندك مراحل، لكن من الاول بيبقى عندك الاستراتيجي، الفكرة كلها قدامك، الخطة كلها قدامك، في حالة كذا هنعمل كذا، في حالة كذا هنضطر نخش في المرحلة اللي بعديها. ونتمنى من الله ان احنا ما نضطرش نخش في مراحل بعد كده. طبعا تركيا هتموت بصراحة، يعني أنا ما بحبش أقول يعني حاجة مش لائقة، لكن بصراحة كده يعني هم هيموتوا، لأنه يعني عمالين شغالين اجتماعات، ووكالات الأنباء بتاعتهم مطلعة خبر إن هم جاهزين بخطط اقتصادية وعسكرية، وده معناه إن هم الحاجات اللي أنا قلت لكم أجزاء منها مبارح دي، وكالات الأنباء زمان وترك الآن وكده عمالين يطلعوا أخبار إن هم جاهزين هيعملوا إيه دبلوماسيا، يعني هيهيجوا على مصر إزاي، وعسكريا طبعا هم بيقولوا إن مصر لو ضربت، قال يعني مصر هي اللي هتضرب من نفسها، مش رد فعل لحماية الأشقاء الليبيين، فبيقولوا مجهزين وأرتال وجنود و طيب النهاردة الرئيس اجتمع مع الفريق كامل، وزير النقل، وحضر اللقاء لواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قال إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية متكاملة. وهنا طبعا لابد ناخد رأي أحد أساتذة النقل والطرق. معانا الأستاذ الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. أهلا وسهلا دكتور حسن. يعني هل المحاور الجديدة وبالذات فيما يخص شرق القاهرة ومنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، هل استطاعت ان هي فعلا تزيد من السيولة المرورية وتزيل التكدسات اللي كانت موجودة في المنطقة ديت؟ طبعا التطوير اللي بيتم للمحاور الرئيسية داخل المدن له تأثير إيجابي. انا معلش مش سامع حضرتك، استأذنك تعالي صوتك شوي. بقول لحضرتك التطوير اللي بيتم المحاور الطرق داخل المدن له تأثير إيجابي على تحسين السيولة المرورية داخل المدن، لكن خلينا ما نختزلش اللقاء بتاع اليوم في تطوير منطقة بعينها، لأن فخامة الرئيس كان يتحدث عن تطوير منظومة نقل متكاملة الجوانب. أي يعني النهاردة بنتكلم على منظومة طرق، الطرق دي هي ليها علاقة بالتنمية المستدامة اللي بتتم على مستوى الدولة، لما بنتكلم على مدن جديدة، توسعات في مدن قائمة، مناطق صناعية، طرق مؤدية إلى مناطق سياحية، كل هذه الأماكن لم تكن لتكون هذه التنمية دون وسائل نقل أو دون محاور طرق. أي. يعني إزاي كنت هبني مدن جديدة أو هتوسع في مدن قائمة بدون محاور طرق؟ إزاي كنا هنعمل مدن صناعية من غير ما يكون في عندي شبكة طرق داخل المدن؟ الدولة خلصت المحاور الرئيسية أو الشرايين الرئيسية، والتوجيه من فخامة الرئيس بدأت في رفع كفاءة شبكة الطرق وشق محاور جديدة. أي. للحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين، وهذا الأمر ليس في معزل عن منظومة متكاملة
ومدروسة لإزاي هيبقى في عندي مخطط نقل شامل، وإزاي هيبقى علاقة العاصمة الإدارية الجديدة لما تشتغل بالطرق أو بالمجتمعات العمرانية اللي هيجي الناس منها، سواء إذا كان في القاهرة أو في الجيزة أو في مناطق أخرى. فكان لابد من يكون في عندي شرايين تؤدي إلى هذه المدن وإلى العاصمة الإدارية الجديدة. أيوة. تم توسيع طريق السويس، طريق الإسماعيلية، مصر جديدة بمراحلها الثلاثة، مشروع ترعة الطوارئ، ترعة الزمر، كل هذه الأمور مدروسة ولها تأثير إيجابي على الحد من الاختناقات المرورية وسهولة حركة المواطنين. الدولة مش شغالة في الطرق بس، المترو ومشروعات المترو واستكمال الحالة الرابعة من الخط الثالث من مترو الرفاء، وكان في كلام من وزير النقل إن قبل عيد الأضحى هيتم افتتاح هذه المرحلة. الخط الرابع وهيبقى معظم محطاته في شارع الهرم ويصل الى مشارف السادس من اكتوبر، شغالين على قدم الوثاق التحويلات المروريه للبدء في تنفيذه. القطار الكهربائي يا دكتور حسن هيبقى جزء من المرحله الثالثه ولا الرابعه؟ لا، القطار الكهربائي الخط الثالث يعني؟ المترو يعني القطار الكهربائي اللي ربط تجمعات شرق الدايري والبلبيس والعاشر من رمضان والروبيكي والعاصمه الاداريه، ده مشروع منفصل عن مشروع المترو واستكمال خطوطه. لا بس كان في تصريح يا فندم من يومين ان هو جزء من المرحله، مش فاكر الارقام، لكن هو جزء من الخطوط يعني هيصبوا مع بعض، يعني اخر محطه مترو هيركب القطر الكهرباء. هو في تكامليه في وسائل النقل، بمعنى ان في محطات محوريه للانتقال من مترو الانفاق الى القطار الكهربائي، بحيث ان حضرتك يبقى في عندك القادم من اي منطقه، سواء اذا كان العاشر من رمضان، بالبيس، الروبيكي، تجمعات شرق الدايري، يستطيع انه يصل للمترو سواء شاتل سيرفيس من خلال سيارات نقل عام جيدة بتنقل ما بين المحطات، أو من خلال محطات محورية زي ما اتكلمنا. إنما يعني القطار الكهربائي ليس استكمالا لخط المترو، يعني ده مشروع وهذا هو مشروع متكامل معاه. طيب يا فندم آخر سؤال اسمح لي حضرتك، كنا اتكلمنا كتير قبل كده عن فكرة عودة قطارات البضائع اللي هي هتوفر كتير جدا من استخدام الطرق والتقل عليها وسرعة نقل البضائع، هل في تطور في هذا الأمر؟ طبعا، يعني الدولة شغالة في مشروع قومي لتطوير السكة الحديد، ويمكن بنشوف من وقت لآخر ما تم من يعني تحسين في البنية الأساسية للسكة الحديد من غلق مزعنات عشوائية وتحسين نظم تحكم وإشارات واستيراد جرارات وعربات نقل بضائع وركاب. ده كله لما يشتغل هيبقى في عندي تقليل من الحمولات اللي موجودة على شبكة الطرق. ومش كده وبس، احنا نقل البضائع أكدنا من خلال كذا يعني لقاء ان نقل البضائع هو اللي هيصرف على السكة الحديد، لان نقل البضائع هو المصدر اللي بيجيب دخل للسكة الحديد في اي دولة في العالم. فتستطيع ان تعمل كمرفق اقتصادي وتقلل العبء على ميزانية الدولة. فاذا احنا كل الاحوال بتقول إن استخدام السكة الحديد في نقل البضائع ده امر واعد ومهم والدولة شغالة عليه ان شاء الله. وكمان يا فندم القطارات الجديدة، العربات اللي جت من روسيا والمفروض ان هو خلاص يعني ايام وتبتدي تشتغل، مش عايزين تذاكرها تبقى غالية قوي على المواطن، هي من جوه فخمة جدا وزي الطيارات وكل حاجة وامكانيات كبيرة، لكن النقل زي ما سيادتك تفضلت هو اللي هيخف كمان العبء عن تذكرة المواطن. يعني هو النقل بالسكة الحديد يعتبر أأمن وسيلة لازالت وأرخص من النقل البري، والسكة الحديد بتعمل كمرفق خدمي وليس هادف للربح كما يعلم المواطن. والمفروض بس أن يبقى فيه تكفي يعني اكتفاء لمصاريف التشغيل علشان ما يحصلش زي ما حدث في الأربعين سنة اللي فاتوا تتراكم الديون وما يبقاش فيه صيانة وتجديد وإصلاح فنصل إلى ما كنا عليه قبل 2014. فلابد أن المرفق يعمل بشكل اقتصادي. شكرا جزيلا يا فندم استاذ الدكتور حسن مهدي استاذ النقل والطرق بجامعه عين شمس، بشكر سيادتك جدا على وجودك معانا. تعالوا نخش بقى على قرارات جديده صدرت من دقائق من اجتماع مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بمدينه العالمين الجديد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين. أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم
رئاسة مجلس الوزراء تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات اللي هيتم العمل بيها بداية من يوم 26/7. 26 ده أعتقد السبت، يعني هيكون بداية من الأسبوع، بداية الأسبوع القادم. تضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، طبعا يا جماعة معلش أرجوكم ما تتضايقوش رغم أن احنا في الصيف، ما تتضايقوش لأنه على الأقل لازم نعدي فترة عيد الأضحى الفترة اللي جاية، يعني يعدي بس العيد علشان بيبقى فيه تجمهرات وتزاحمات صعبة. فهتستمر إجراءات غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة أيضا والمتنزهات العامة، ويتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من طاقة هذه الأماكن. وحنبتدي بعد العيد بالجناين والشواطئ والمتنزهات اللي ليها تذاكر علشان يبقى في دفاتر معروف العدد، طلعنا النهاردة 1000 تذكرة يبقى معروف ان المكان ده اصلا استيعابه 4000 بني ادم، طلعنا 25 يبقى المكان ده استيعابه 100 زائر. يعني القرارات كمان بتتضمن السماح باستقبال الجمهور في المقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقل حتى 12 مساء. يبقى كان الساعة 10 الكافيه والمطعم ومحلات الحلويات وما شابه هتبقى لغاية الساعة 12 مساء. المحلات التجارية والمحلات الحرفية ومحلات بيع المنتجات والملابس وما إلى ذلك ومحلات تقديم الخدمات والمراكز التجارية اللي هي المولز كلها هتقفل 10 بدل 9، دي كانت 9 بقت دلوقتي الساعة 10 مساء. نسبة الإشغال في الطاقة الاستيعابية للمطاعم والكافيتريات والقهاوي هتكون 50% بدل 25، 50% بدل 25، وده برضو يعني قرار طيب جدا وبيأكد ان احنا الحمد لله ماشيين في اتجاه كويس. ف 50% كمان زي ما كنا قبل كده 25% هيبقى 50% كافيتريات ومطاعم لانها في الاماكن المفتوحه والتهويه فيها جيده، لكن هتظل تجربه السينمات والمسارح 25% من الطاقه الاستيعابيه لان لسه ما بداناش نشوف لها نتائج. وبرضو اللي بنقوله على المتنزهات والشواطئ والحدائق بنقوله على السينمات والمسارح بخصوص عيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم بالف خير. عيد الاضحى بيبقى فيه اقبال كبير على المسرح وعلى السينما، فكويس ان هي ترجع، بس هترجع بعد العيد ان شاء الله ممكن نلاقيها وصلت ل 50% لتشجيع هذه الانشطه اللي اغلقت لمده طويله. فيما يتعلق بصلاه عيد الاضحى المبارك تم التوافق على ان تتم بنفس القواعد اللي طبقت في صلاه عيد الفطر. الصلاه هتنقل من احد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبه. وأشير أيضا لقيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط وإجراءات خاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة. شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات ما يضمن عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. وأيضا القرارات تضمنت السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخص فقط، بشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، يعني يبقى 50%. أيضا يمكن أنتوا لاحظتوا حتى اللقاءات اللي كانت افتتاحات المشاريع ولقاءات السيد الرئيس مع القبائل وكده برضو كان الطاقة فيها أزيد شوية من ما قبل، وده طبعا مؤشر على أن الأمور في طريقها للانفتاح والوضع بقى أفضل بالنسبة للإحصائيات. أخيرا بدء تنظيم المعارض الكبرى من أول أكتوبر، يعني زي معرض الكتاب مثلا، معرض المصنوعات الأثاث، معارض الصناعية،
مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي طبعا أولا بأول. لسه ما سبناش مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية قدم عرضا حول مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك. عرض تفاصيل الخطوات النهائية لهذه المبادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة، وأشار وزير المالية في بداية العرض أن المبادرة بتهدف لتشجيع المواطنين المصريين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك. وطبعا المواطنين وكل اللي موجودين معانا على أرض مصر الحبيبة، لأنه هيبقى فيه جزء على البطاقة بتاعة التموين وهيبقى جزء متاح في المعارض اللي محددة، وأعداد يعني أعداد كبيرة جدا من المنافذ والشركات بتاعة الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية والستاير والقماش والملابس هتدخل في المبادرة دي. والهدف التشجيع لزيادة الاستهلاك، وفي تفاصيل خاصة بالأرقام، يعني أنه بما لا يقل عن 125 مليار جنيه. الخزانة العامة هتتيح للمواطنين 200 جنيه لكل فرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه، عشان أنتوا عارفين أن التميز الإيجابي ده جاي أب وأم وثلاث أطفال بحد أقصى، وبتكلفة إجمالية 12.5 مليار للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة خلال مدة المبادرة. ده هيساهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، تشجيع المنتج المحلي، تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي. والمبادرة هتسهم كمان في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية وتعميق الشمول المالي. يعني المبادرة ليها شقين، الموجودين الأفراد على بطاقات التموين هتاخد الألف جنيه، على أفتكر هتبقى بحد أقصى 1200 على كذا شهر، لسه التفصيلة دي ما بنتش، لكن خلاص هتبتدي تتصرف أول 200 جنيه لكل فرد. وحيكون على المحور الثاني في تخفيضات كبيرة جدا لأسعار السلع، يعني مش هيدوا الفلوس ديت ويقول للراجل اكسب بقى زي ما انت عايز، لا، التخفيضات دي هيستفيد منها كمان اصحاب البطايق وكل المصريين اللي ما عندهمش بطاقات تموين هيستفيدوا من التخفيضات اللي كانت قال قبل كده انها ممكن توصل ل 30% من قيمة السلع. طيب دكتور مصطفى مدبولي في اثناء مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة في اجندة الحكومة في اجتماع النهاردة اكد ان الحكومة تقدم كل صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، وأشاد بنجاح ضباط وجنود القوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل أحد المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 تكفيري. قبل ما أكمل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، معانا على الهاتف لواء دكتور نصر سالم لواء أركان حرب. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء النور. أنا عايز أبتدي مع حضرتك بسؤال حرج شوية، هل يحق لأجهزة الدولة في ظروف معنوية محددة أنها لا تفصح عن كل الأرقام الخاصة بالخسائر البشرية من الجيش أو من المواطنين، ولا ده مش وارد؟ يعني اولا ده يحق طبعا ما فيش شك، انما احنا ما بنعملهاش. ايوه فندم. مش محتاجينها. واخد بال حضرتك؟ لسبب بسيط جدا، انت قدامك في عدو دلوقتي. ايوه. لما انت بتدي له معلومه هو بيستفيد منها اكتر منك. ايوه. يعني انا ممكن اعرف من العدو اللي قدامي، زي ما كان الاعلام ايام الله السنة الله لا يعدي عودها اللي فيها الهوجة اللي انت عارفها دي. أيوة. كل واحد بيتطوع على السوشيال ميديا يحط اي مواد او اي معلومات يستفيد منها العدو اكثر ما تستفيد منها قواتنا. ده يقول لك ده هنا بيهاجم الحته الفلانيه وبيهاجم المكان الفلاني وبيهاجم المكان الفلاني، ما ينفعش. انا دلوقتي قد يكون عندي قوات انا يعني في مكان ما مش عايز افصح انها موجوده. أيوة طبعا. فما تجيش انت
تقول لي اه ما دام دي كده يبقى دي خساير. طب مين قال لك انها خساير؟ انت عرفت منين؟ ما انا عندي متحدث رسمي طبعا. طالما المتحدث الرسمي اتكلم فهو لا يقول الا الحقيقه. واحنا يا فندم تطورنا جدا في موضوع الشؤون المعنويه واخبار الشعب بما يحدث من القوات المسلحه، تطور كبير جدا يعني. العمليه مش سبق صحفي، يعني انا دلوقتي قد اكون المعلومه انت يعني، انا قلت الكلام ده كتير قبل كده. أيفا. بيجي مصدر مننا ومصدر مننا ومصدر مننا على حاجه واحده بس، الراجل الصحفي الاعلام الاشجاده اللي ما عندوش خبره يروح ضربهم ايه، يروح جمعهم كلهم على بعضه، الكل بيتكلم على حاجه واحده. أي. فهو ده سمع من ده وسمع من ده وسمع من ده، بقى 10 وهو بيتكلم على حاجه واحده. واخد بال حضرتك؟ فاحنا طالما المتحدث الرسمي اتكلم احنا هنخفيها ليه؟ لو عندي يعني، انت فاكر المسجد اللي اتقتل فيه اكتر من او 325 واحد؟ مسجد الروضة. مسجد الروضة. مسجد الروضة، هل احنا اخفيناها؟ لا طبعا. والخسائر اللي حصلت في الكنيسه حد اخفاها؟ لا طبعا. ده اولادنا وبيموتوا، وشرف لينا ان احنا نقول ادي ادي اولادنا هم بيستشهدوا اهم، ما بنخبي على شهيد استشهد. أيه. ما بنقولها ما بنخفيهاش. أيه. انما حكايه ان انا ما بقولش او بقول او الكلام ده، ان حد ما المتحدث الرسمي يتكلم ما حدش له الحق انه يتكلم خالص. وانطلاقا من هذه المسؤوليه سياده اللواء، احنا كاعلاميين بيبقى عندنا بعض المعلومات وبيبقى عندنا اخبار متناثره هنا وهناك، ولا نشير اطلاقا لشيء الا للبيان الرسمي للمتحدث باسم القوات المسلحه. كل دول العالم المحترمه بتعمل كده. المتحدث ومتحدث لكل جهه، حتى في اداره الازمه. أيه. شرط كده الف ب في الازمه يبقى في متحدث رسمي. أيه. عن الازمه دي هو بس اللي يتكلم، لا وزير ولا غفير ولا اي حد يتكلم غير متحدث رسمي، عشان يبقى في مصدر واحد للمعلومات ويبقى في توحيد للبيانات. ما حدش يجي يقول لك انا سمعت من فلان وسمعت من مصدر مسؤول وسمعت من مصدر مهم ومصدر رفيع المستوى. كل ده الكلام ده انتهى من يوم ما حددنا في دلوقتي مسؤوليات في متحدث رسمي لكل وزاره وللرئاسه، فهو ده المصدر البولي الشرعي اللي ناخد منه المعلومات واحنا مطمنين. طيب دكتور نصر، يعني النهارده اشار رئيس الوزراء لان مصر لم يسبق لها ان واجهت كل هذه التحديات معا داخليا وخارجيا، مواجهة إرهاب، مواجهة مؤامرات، مواجهة ملفات قد تضطر مصر لتدخل عسكري، مواجهة جائحة كبيرة زي كورونا. لكن أنا عايز أخد من كلام سيادتك ما يخص مكافحة الإرهاب. يعني إحنا طبعا بقالنا فترة طويلة جدا والحمد لله ما سمعناش عن أي شيء، وده لا يحدث إلا إذا كانت أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في منتهى اليقظة، ولما تفلت حاجة من فترة بعد فترة طويلة يعني عادي بيحصل في كل دول العالم. لكن احنا وصلنا لفين في هذا الملف؟ اعتقد احنا قلنا قبل كده، يعني فاكر حضرتك سنة 2016 أيضا. و2017 كان الارهاب شكله ايه؟ لما نرجع ورا مثلا ل 2013، لما نرجع لما قال لك طلعوا مرسي والارهاب اللي في سيناء يقف، فاكر انت الكلام طبعا ده؟ طبعا يا فندم طبعا. في اللحظه الكلام ده فين؟ في اللحظه اللي هيرجع فيها المكتبه الارهاب هيتوقف يعني في ايدينا. يعني ده انت عارف يعني تحس ان سينا اختطفت. أيوة. بقت رهينه. أيوة. واحد خاطف اتوبيس اسمه سينا وبيتكلم بيقول لك ايه طلعوا مرسي والاتوبيس هديه لكم. أيوة. بالظبط كده. أيوة. يعني واحد خاطف طياره او اتوبيس وبيقول لك سيبه وانا سيب. احنا فين وده فين دلوقتي؟ طبعا. وبعدين عشان تحصل عمليه ايه ارهابيه، زي ما بقول دايما عشان نبقى الناس بس عندنا وعي متكامل ليها، الارهابي يمتلك عناصر المفاجاه الاربعه. أيوة. ازاي؟ هو اللي بيحدد المكان اللي هيهاجمني فيه. ايوه. ولا انا اللي بتفق معاه؟ لا، هو اللي بيحدد المكان والزمان. بيحدد الزمان. وبيحدد الاسلوب والسلاح اللي هيستخدمه. صح. دول اسمها مربع المفاجاه. فلما يجي هو يختار، انت بيبقى رد الفعل بتاعك بيبقى تصرفك رد فعل. أيه. فبقدر جاهزيتك ويقظتك، زي ما احنا شفنا امبارح قدرنا 18 واحد ماتوا، اربع عربيات اتدمرت، في قوات جويه اتدخلت، في قوات برق بمنتهى السرعه. أيه. انما اولادنا اللي في الاول برضو انت عندك قيد ما انتش قادر اخلاقيا وانضباطيا ما انتش قادر تخرج براه، ان دول بيحتموا بالسكان المحليين. ايوه. معناها ايه؟ ان انت لو في ارهابي موجود في بيت او موجود في وسط مجموعه
اوعى تضرب المجموعه دي كلها وتهد البيت على اللي فيه، وقد يكون مهددهم بسلاح وقد يكون دافن عندهم سلاح لحد ما تصطادوا هو بس. انما ما تضربش عاطل في باطل. ودي العمليه الاخلاقيه اللي احنا ملتزمين بيها، ولذلك بنقدم شهداء، شهداء اللي حضرتك بتسمع عنهم دول، لانه هو مش قادر، التاني محتمي وبيضرب زي ما كانوا بتوع رابعه كده بيعملوا، وانت لما تيجي تضرب بتنشن في واحد في عينه، مش ما بتضربش عشوائي. ايوه. فاذا هي دي الاسباب. والحمد لله لحد دلوقتي نقدر نقول اكثر من 90% من البنيه الاساسيه بتاع الارهاب في سيناء خلصنا عليها. ولذلك كل اللي بيعملوه دلوقتي عباره عن ايه؟ اعداد صغيره بيعتمد على العربيات المفخخه. أيوه. اللي هيحزمها النسفه، وتحس ان اللي بيدفعهم الى هذا مش بيدفعهم عشان ان هم يعملوا عمليات ارهابيه فقط، انما حتى عشان يتخلص منهم. لانه دول عبء عليه دلوقتي، ادفع ما دام ما بيدفعش ممكن يعملوا له مشاكل. ممكن يرجعوا على بلادهم تاني يعملوا مشاكل تانية. وبالتالي عايز ايه؟ طيب خشوا في عمليه، خشوا في عمليه، فهو عايز يخلص منهم باي شكل. هم الى حد ما برضو متحسبين، ما بيخشوش في عمليه الا لما يبقوا درسينها كويس جدا ومخططين لها واخدين كل السبل بتاعتهم. ورغم هذا الحمد لله بنتغلب عليها وهنخلص عليهم. طب يعني اخيرا دكتور نصر، عندي نقطة مهمة جدا باعتبار سيادتك كنت رئيس جهاز الاستطلاع. يعني هي منطقة بئر العبد دي مفتوحة خالص كده، فبيتكرر فيها، يعني دي مش اول ولا تاني ولا تالت عملية. اقول لك ليه. الشريط الساحلي ده كله اللي هو على الطريق اللي هو من الانطرة لحد رفح والعريش والحتت دي، ده عباره عن ايه؟ من الشمال موجود البحر، ومن الجنوب ارض رمال رخوه ما ينفعش فيها اي حملات تمشي الا هم البدو اللي عارفين الكلام ده، سواء بعربيات معينه دفع رباعي او على رجليهم بالجمال. وبعدين في تجمعات، هي دي المنطقه اللي فيها التجمعات بتاع البدو، فدول بيداروا في وسط البدو. خش عليهم قول لي مين الارهابي في دول، كلهم شكل بعض، كلهم بيتكلموا لهجة واحدة، ما تعرفش تطلع زي الصينيين وزي اليابانيين كده، كلهم شكل بعض وبيتكلموا كلام واحد. فمش سهل انك ايه تستل واحد منهم كده وتطلعه، وخاصة ايه بقى؟ ان هو قاعد في وسط الناس دي، لو حد بلغ وقال ده ارهابي بيقتلوا الراجل واولاده وكل اللي موجودين. وحصلت قبل كده، وحصلت. فما تبقى انت قاعد. انما الناس بعد اللي هي سينا 2018، العمليه دي، الناس بدات تتشجع، بداوا يبلغوا عن الارهابيين، ده بدا البدو نفسهم يتدخلوا ويضربوا الارهابيين، فاذا العمليه قلت كتير. والاستثمار يا فندم بدا يدخل بقوه في سينا، فانا مش عارف هل هذه العمليات بتاثر على شيء من البنيه الاساسيه للمصانع والمزارع والحاجات اللي بتتعمل في سينا دلوقتي استثماريه؟ اكيد 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 طبعا. بس في حاجه نقطه، نقطه مهمه جدا لازم بس ايه عشان نقول الحق، اوعى تصدق اللي بيقول لك ان الفقر وظروف المعيشه الصعبه هي اللي خلت اهالي سينا يتحولوا لارهابيين. لا طبعا، اهالي سينا مروا بظروف اصعب من كده مليون مره طبعا، وعمر ما واحد فيهم لا باع بلده ولا فكر ان هو يشتغل ارهابي. الارهابيين دول جايين وافدين علينا من بره، واللي انضم ليهم من الولاد اللي هم حديث السن اللي اتضحك عليهم. أيوه. وتعمل لهم غسيل مخ. أيوه. مش بالفلوس برضه، خلي بالك، لا بالابديه، يحط له يجيب له آية من القرآن ويفسرها له بطريقته ويقول له ده هي كده. يجيب له حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ويقوله له هو كده. فده غسيل المخ للولاد الصغيرين. ولذلك احنا بنقول ايه؟ عايزين نوصل الخطاب الديني الصح للناس دول. لأن المشكلة انهم الإرهاب اعتمد على ان دول بعيد عن الثقافة وبعيد عن العلم. طبعا. فعمل فيهم ايه؟ وصل لهم عملية غسيل المخ دول. بشكرك جدا يا فندم. التعمير هيوصل المعلومة، هيوصل ايه؟ التنوير، حاجات كتير جدا. ان شاء الله هنقضي على الارهاب ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور لواء اركان حرب دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق. بشكر سيادتك فندم. وزير الري الاثيوبي، يا سلام، ابشروا افرحوا، استطعنا ان ننتهي من المرحلة الاولى من ملء سد النهضة. احنا كنا بنتناقش امبارح طبعا، وقلنا مع سيادة اللي هو فاروق المقرحي انه لا يمكن ان يمطر ماء على سماء اثيوبيا بقيمة 5 مليار متر مكعب.
ده اللي بيقوله المتخصصين. لكن في تجاهل واضح للمفاوضات وللقاءات والرؤساء اللي عملها تجتمع، ورامافوزا رئيس جنوب أفريقيا اللي هي بترأس الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن، وأمريكا أمريكا فوق الترابيزة، الله أعلم تحت الترابيزة إيه، لكن في تجاهل واضح لكل ما اتفق عليه وإعلان المبادئ وغيره. وزير الري الأثيوبي أعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة لهذا العام وفق خبر عاجل لقناة العربية النهاردة، وهذا التحدي الجديد من خلاله حصل بث للتلفزيون الأثيوبي النهاردة لقطات جديدة لملء بحيرة سد النهضة بشكل كامل، وهو ما يعكس مراوغات الجانب الأثيوبي في مفاوضات السد. احنا معانا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير ليك والسادة المشاهدين. يعني سيادة السفير، إلى ما تظل إثيوبيا تستفز مصر والسودان والعالم كله دلوقتي بمجلس الأمن، بالاتحاد الأفريقي، بكل محاولات التدخل لوجود جزء من اتفاق قانوني حتى للملء والتشغيل زي ما مصر اقترحت؟ يعني أنا شخصيا شايف أن إثيوبيا ستظل تراوغ طالما أن لم تعقد الانتخابات، لأن هو الموضوع ده حولوه إلى موضوع سياسي داخلي. أن الانتخابات عاوزين أولا يبينوا للشعب، أو بالذات الأول مرة الأورومو بيتولوا الحكم. فأبي أحمد بيتشدد أكتر من السابق اللي هو رئيس الوزراء دي سالين، حتى يثبت أنه هو يعني أشد عودا وأكثر صلابة منه. فبالتالي سيظل يراوغ ويدخل من مفاوضات ومن مقترحات إلى مقترحات أخرى إلى أن تجرى الانتخابات. لكن هناك في انتخابات في الأفق هناك، يعني في تحديد معاد كان المفروض انتخاباتها تجرى، كان مفروضها تجرى في مايو اللي فات، ولكن اتأجلت بسبب وباء كورونا. أعتقد في آخر أغسطس أو أواخر سبتمبر ستجرى الانتخابات. طب هل يا فندم سيادتك تتوقع أنه ممكن المطرة تملى لهم 5 مليار متر مكعب مرحلة الأولى من اللي كانوا قايلين عليه؟ هو ده يتوقف على غزارة الأمطار، لأنها هي مش كمية كبيرة على ضوء أنها كانت بتتوزع بين مصر والسودان. يعني ده بيبقى يعني إحنا بنذكر كان في رأس البر كان يوصلنا أثار. يعني إيه بتتوزع بين مصر والسودان؟ ده هو بيقول أن الخمسة مليار 4.9 ده المطرة اللي نزلت على بحيرة السد مش على نهر النيل. لا لا، هو بيقول أنا ما فتحتش. لا يا فندم، لا، هو المية دي كانت بنحس بيها، انا بكلمك باعتبار انا على مصب نهر النيل في دمياط. كانت بيوصل اثار اندفاع المية في النص الثاني من يوليو. المقياس في السودان طوال الاسبوع اللي فات قالوا ان في عجز عن العام الماضي 90 مليون متر مكعب بالظبط، وفي 5 محطات على النهر اتعطلت لان المنسوب. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بدا يخزن. بالظبط كده. بس فهي الميه جايه من، لان ده رافد من روافد نهر النيل، يعني هناك حقيقه جغرافيه يمكن بعض الناس ما بتذكرهاش، ان النيل الازرق ليس نهرا مستقلا. هو رافد من روافد نهر النيل لان ملوش مصب. هو جزء بيمد نهر النيل بالمياه. طيب سيادة السفير، يعني احنا ماشيين عادي وهم فاتحين، حتى ما فيش اقتراحات بلجان تفتيش يكون في منها خبراء من مصر والسودان تروح تتأكد البوابات بتاعت السد مفتوحة ولا مقفولة، ولا هنكمل مفاوضاتنا ازاي، ولا ايه بالظبط؟ ما هو للأسف، لان احنا يعني اعتمدنا على شريك يعني حوالي أقاويل كثيرة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي طول عمرها يعني تتمنى إقامة مثل هذا السد. طبعا. ويعني هكافي بهذا القدر. فبالتالي هم يعني حاسين إن في نوع من التوافق
بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وبعض الدول الأفريقية من ناحية أخرى. بالتالي هنا الاتحاد الأفريقي بدأ يتكلم على اللجنة الفنية أن لابد من التوصل إلى اتفاق قانوني، لأن لا يمكن أن تترك مسألة إدارة ملء السد وإدارة الجفاف والجفاف الممتد تترك في بمناسبة لما تحدث. لا ده كمان يا فندم اجتماع اجتماع رؤساء دول الاتحاد مكتب الاتحاد الأفريقي دول هيئة المكتب قالوا ان مصر اقترحت حتى بس نعمل اتفاق قانوني للحتة بتاعة الملء والتشغيل، وبعدين نبقى نشوف بقى الاتفاق القانوني بتاع النزاعات وبتاع تعريف مصطلح الجفاف الاقصى والحاجات دي. هما رافضين، لان هو مش عاوز يبين زي ما انا اشرت في بداية الحديث ان هو قدم تنازل، خاصة ان بدأ فيه استياء داخل قبائل الأوروم نفسهم تجاه الحكومة. فهنا يعني احنا داخلين في لعبة بتلعبها اثيوبيا على نفس نمط المفاوضات الامريكية، انه دخلت في حلقة مفرغة اللي هي بتسمى ادارة الازمة وليس حلها. صحيح. ان هو بيفضل يعني يدخلني من مقترح لمقترح، وفي كل مرة وكأننا بنبدأ من جديد. يعني في كل جلسة لما يقعدوا باربع ساعات او خمس ساعات بيبحث ايه، هي مش مسألة لوغاريتمات. طبعا يا فندم، ولكن هو لا يريد ان يصل الى حل، هو يريد ان يفضل يدير الازمة الى ان تجرى الانتخابات. هو هنا سؤال تاني، هل بعد الانتخابات هيبتدي يستجيب؟ يعني ده سؤال. لما بعد الانتخابات هيبقى عندنا انتخابات امريكا بقى لا يعني اسيبك من امريكا، لان امريكا ده انا كان من رايي ما نلجاش لها خالص وضيعتنا الوقت. يعني على حد ده رايي تاني يعني. فانما احنا دلوقتي مع الاتحاد الافريقي، ونفس اثيوبيا قبل ان نلجا لامريكا طلبت اللجوء للاتحاد الافريقي. بالظبط. طيب احنا استجبنا لمطلبكم. والنهارده مع اللي بيرأس الاتحاد الافريقي جنوب افريقيا والرئيس سيريل رامافوسا، ده راجل يعني المفروض ان هو متفهم للوضع. وفاهم بالظبط ايه الوضع، وهو نفسه عانى هذا العام من جفاف في جنوب افريقيا. تمام. فيعرف يعني معنى ايه الجفاف ومعنى ايه الجفاف الممتد. فنعمل ان هو يمارس شيء من الاقناع، مش هنقول من الضغوط. بشكر حضرتك. من الاقناع على ابيه احمد، لان هو قرار سياسي. شكرا. يعني قرار التوصل الى الاتفاق هو قرار سياسي بالدرجه الاولى. صحيح. لان اثيوبيا لم تخسر شيء. بالظبط زي ما قلنا امبارح، يعني الرئيس قال انه الاراده السياسيه اللي هي مطلوب توافرها. بشكرك يا فندم جدا. الشكر ليك استاذ جزيل مستمع. الشكر لسياده السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. عندي خبر عن 41 سفير حضروا بالقاهره حفل العشاء اللي اقامه مساء امس الاول دكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار بحديقه قصر البارون امبان بمصر الجديده، لتعرفهم بتاريخ القصر والقصر شديد الجمال، وخصوصا بعد افتتاحه، واطلاعهم على الاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية المطبقة في مصر. وحفل العشاء سبقوا قيام السفراء بجولة داخل قصر تم خلالها تفقد أعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يسخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق و حي هليوبوليس ومصر الجديدة عموما. واستمعوا لشرح تفصيلي من دكتور مصطفى وزيري. من بين السفراء، سفراء الدول اللي حضروا الأمسية، سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، أيرلندا، أستراليا، الأرجنتين، تشيلي، فنلندا، المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا. طيب تعالوا نخرج نشوف فيديو خاص بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وحملاتها للمحافظة على استقرار الأوضاع، ودقايق وارجع لكم على طول.
للمحافظة على استقرار الأسعار ومنع احتكار السلع ومكافحة جرائم الغش التجاري، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها في هذا الإطار، ونجحت وفي مجال ضبط جرائم غش المستلزمات الطبية أو حجبها عن التداول في ضبط نحو 33,500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة حجبها عن التداول بالأسواق مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإسكندرية بقصد رفع أسعارها. وبنطاق محافظة المنوفية تمكنت الإدارة من ضبط 50,000 قطعة كمامة طبية وطن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لدى مسؤول مصنع بدون ترخيص لتصنيع الشنط المدرسية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش على جمهور المستهلكين. كما ضبطت مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات لحيازته 8,000 قطعة كمامة مجهولة المصدر بهدف طرحها للبيع والتداول بالأسواق. وبالمنوفية أيضا نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص لحجبه عن التداول 12 طن سكر وأرز بغرض رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة. كما تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول عن مصنع بدون ترخيص بالقاهرة لإدارته مصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وبداخل المصنع تم ضبط نحو 24 طن دقيق وأكثر من 5 أطنان مستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر. وبنطاق محافظة الجيزة ضبطت الإدارة نحو 2 طن من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية قبل أن يتمكن المسؤول عنها من طرحها للتداول بالأسواق ما يضر بصحة وسلامة المواطنين. كما ضبطت وبنطاق المحافظة أيضا أكثر من 1 طن من مقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشركة للصناعات الغذائية. ومع استمرار جهود الإدارة لإحكام الرقابة على الأسواق تمكنت من ضبط 5 أطنان من السكر التموني المخصص على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق بحوزة قائد سيارة حال سيرها بنطاق محافظة القليوبية، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات. وفي إطار حملاتها النوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من أسعارها الرسمية من خلال حجبها عن التداول بالأسواق، نجحت الإدارة في ضبط 150 قضية في هذا الإطار بإجمالي 5,268 عبوة سجائر. بهذه النتائج الإيجابية والقضايا المتنوعة تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على عزمها في المضي قدما لملاحقة وضبط مرتكب الجرائم التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وجرائم التلاعب في الأسعار وغش السلع بكافة أنواعها. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، بنواصل أخبارنا حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وموقع بتاريخ 5/7 اللي هو الشهر الحالي اللي احنا فيه 2020. البرنامج بيهدف لتمويل الإسكان الاجتماعي لتحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلا عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ومبينة في القرار الجمهوري
ناحية محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن 6 أكتوبر الشيخ زايد سفينكس الجديدة ولصالح مشروعات إسكان اجتماعي. الأستاذ دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، مساء الخير يا فندم. فندم أهلا بحضرتك وبكل مشاهدي البرنامج الكرام. دكتور كريم، يعني مسألة ال 500 مليون دولار دول علشان تحسين أوضاع الإسكان الاجتماعي، بتشوف حضرتك أنه ممكن يكون، هل تستخدم في إقامة المدن دي؟ هل تستخدم في تحسين قدرة المواطن على أنه يشتري شقة أفضل؟ يعني إيه ممكن تكون روافد توزيعها يعني؟ طبعا يعني احنا مبدئيا النوع، هذا النوع من القروض بنسميه قرض تنموي، يعني بيستخدم في مجالات التنمية، والمؤسسة او الجهة المانحة لهذا القرض هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يعني وكما هو معروف يعني او للذي لا يعلم ان البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو جهة دولية بتختص بعمل المشاريع او بمنح قروض واستشارات فنية واستشارات مالية وخبرات، تنقل خبراتها في مجال المشاريع التنموية المرتبطة بالبنية التحتية. هو البنك ده يا فندم تابع للأمم المتحدة؟ يا فندم هو البنك والصندوق الدولي، هم مجموعة البنك والصندوق الدولي. ولكن الفرق بين الاثنين ان الصندوق الدولي بيمنح استشاراته ويمنح امواله فيما في الجزء الخاص بالاختلالات النقدية وميزان المدفوعات والامور المالية، في حين ان البنك الدولي للانشاء والتعمير بتكون قروضه واختصاصاته متعلقة بالبنية التحتية والتنمية والزراعة والصناعة. يعني يعني هو ده يا فندم اللي احنا عارفينه باسم البنك الدولي، انا تصورت ان ده بنك اخر خاص باعادة الاعمار والتنمية. لا، هو البنك الدولي اسمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، اسمه الكامل، وهو ضمن مجموعة البنك الدولي. وهو التوأم الصندوق النقد الدولي، ولكن هما الاثنين يعني مؤسسة واحدة اسمها مجموعة البنك الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي له اختصاصات والبنك الدولي له اختصاصات أخرى. فاحنا زي ما شفنا ان هذا القرض هو قرض تنموي يستخدم في مجال او في قطاع الإسكان، يعني كما هو معروف للجميع. وانا كنت عايز اقول ان يعني في مشروع قومي قامت به الدولة المصرية منذ عام 2015 وهو مشروع المليون وحدة سكنية. يعني يمكن السيد الرئيس دشن هذا المشروع، ويمكن في عدد الوحدات التي تم استلامها تقريبا يمكن تصل الى 400 الف وحدة تقريبا او 370 الف وحدة، يعني بيستفاد بيهم ما تقرب من 350 او 370 الف اسرة، ودي بتبقى وحدات إسكانية يعني لمحدود الدخل، يعني بيبقى لها شروط معينة، يعني اللي يكون لدخله محدود أو بيبقى أغلب المستفيدين من تلك الوحدات من يعني نقدر نقول عليهم من الأقصى من اللي هم في خط الفقر أو في محدود الدخل. وبناء عليه طبعا يعني بتحاول الدولة المصرية بقدر المستطاع وفقا للإمكانيات إن هي يعني تنشئ تلك الوحدات في المدن الجديدة علشان يتم يعني توزيعها او حجزها للشباب ولمحدود الدخل. طبعا القطاع العقاري من القطاعات يعني اللي ليها رواج في الدولة المصرية طبعا، وان من المشاريع دي ايضا من المشاريع اللي بتساهم بقدر المستطاع في تحسين يعني معيشة المواطن، لان طبعا احنا عارفين ان اغلب الوحدات اللي بيوفرها القطاع الخاص هي وحدات متوسطة ووحدات فاخرة، وده طبعا لا يتناسب مع دخل الشباب ومع دخل جزء كبير من الشعب المصري. فاحنا قلنا دي يعني وحدات سكنية جديدة لمحدود الدخل للشباب، يعني للناس اللي دخولهم متوسطة مثلا ممكن، وبيتم بنائها في المدن الجديدة زي ما برضه حضرتك اشرت في الخبر الاخر، ان يتم تخصيص اراضي جديدة للمدن الجديدة زي الشيخ زايد الجديدة او فينكس او امتدادات للمدن اللي كانت موجودة قبل كده زي الشيخ زايد و6 اكتوبر وغيرها. يعني بالفعل احنا في اطار ان احنا الدولة المصرية بتسعى انها تحافظ على الرقعة الزراعية، بالتالي لازم تبقى في بديل للمواطنين. يعني انت مانع الارض على الزراعي، مانع الارض، مانع البناء داخل القاهرة وداخل المدن، يبقى انت لازم توفر بديل باسعار معقولة ومناسبة. عشان كده هنلاقي ان في توسع في المدن الجديدة، يعني احنا عشان كده احنا لينا 14 مدينة جديدة على رأسهم العاصمة الادارية الجديدة والعالمين الجديدة، بالاضافة الى القنا الجديدة وشعبي الجديدة واسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة ومدن سينا الجديدة زي بورسعيد الجديدة والإسماعيلية الجديدة يعني والعريش الجديدة. كل هذه المدن تهدف في النهاية إلى التوسع العمراني. يمكن كان من ضمن
استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ان يتم توسيع الرقعة العمرانية في مصر. يعني احنا حتى اللي يشوف يعني احنا لو بصينا الشريط الضيق لوادي عايزين نوصل حتى ل 6%، عايزين نوصل ل 6% احنا على 6%. يعني احنا تتمركز يتمركز عدد سكان مصر على 6% من مساحه مصر. يعني في توسع ان احنا نوصل ل 12 و13%. يا ريت. بشكرك يا دكتور، شكرا لهذه النسبه واشكر حضرتك. شكرا جزيلا استاذ الدكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي. دكتور مشعل بن فهمي السلمي، بن فهم السلمي، اتمنى بكون بقول الاسم مظبوط، رئيس البرلمان العربي، أشاد بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية في إحباط هجوم العناصر الإرهابية التكفيرية، وثمن رئيس البرلمان العربي عاليا الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وعملها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب. رئيس البرلمان العربي بيؤكد أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تثني القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معربا عن تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية ووقوفه التام معها في حربها على الإرهاب، ودعم البرلمان لمصر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة. أهالي، روح لخبر تاني، أهالي عزبة الدكتور التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية شيعوا اليوم الأربعاء جثمان الشهيد رقيب كمال حسين دبش، والذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني، وجاء هذا عقب وصول جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إلى المقابر بحضور المستشار العسكري للمحافظة وأسرة وأقارب الشهيد وأهالي الشهيد بمسقط رأسه. إحنا يعني الحقيقة بنقدم خالص تعازينا لأسر الشهداء، وده الكلام اللي قلته امبارح فور إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، وبنقدم كل التعزية وبنقول انه هذه الاسر يعني بنقدر جدا ألمها وبنقدر احساسها بفقد اولادها، شباب يعني في عمر الزهور، ولكن اثبتت الزهور انها اعتى واقوى من الحديد والرصاص والالات العسكرية الغاشمة الارهابية الجبانة، تستطيع الزهور أن تقاومها وترقى فوقها مستشهدة. وأنا يمكن قلت لحضراتكم في مقدمة حلقة امبارح أن الإنسان المصري مش بس ياخد تراب بلده ويرفعه على عينه ولا على راسه ولا يقبله بفمه، لكن ده يخلطه بدمه كلما يستدعي الأمر، مش إذا احتاج الأمر، لأنه ده بيحصل كل يوم. طيب احنا يعني معلش يعني هنذيع تاني تقرير القوات المسلحة اللي كنا أزعناه أمس في نهاية حلقتنا، لكن نحب نذيعه تاني في وسط الحلقة النهاردة وتالت ورابع، ونعرف العالم كله قد إيه جيشنا قوي وقد إيه يشوفوا نهاية كل معتدي وكل باغي وكل ظالم متوهم أنه قادر أنه يقهر بلد بحجم مصر. تعالوا نشوف فيديو إحباط القوات المسلحة للهجوم الإرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بالأمس. في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية. وقد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة
مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا، منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا. وتدمير 4 عربات، منهم 3 عربات مفخخة. ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني. هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يكتب بالسلامة لكل المصابين في هذا العمل، ويعزي قلوب الأمهات والأباء والإخوة والأبناء والزوجات لأبطالنا وشهدائنا. النهاردة أجرى وزير الخارجية سيادة سفير سامح شكري 2 هاتفيين مع كل من جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا وهايكو ماس وزير خارجية ألمانيا. صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتصالين الهاتفيين تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع بالتفصيل في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدما لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا. أكد وزير الخارجية على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا وشدد على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي، وأشار إلى أن إعلان القاهرة والذي يأتي مكملا لمسار برلين يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة لينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار. دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور، وأحب يعني أجلي مع حضرتك غموض الفكرة ديت عند البعض. منين مصر بتقول ان انا جاهزة ولو طلب مني التدخل والقبائل الليبية بتقول عايزينكم الحقونا ومجلس الشعب بيدي تفويض، ومنين مصر بتؤكد دائما على ان كل هذا بما فيه تحديد الخط الاحمر سيرة الجفرة من اجل السلام؟ تعالوا اقعدوا اتفقوا واحنا نبقى كده اسعد حالا. صحيح، يعني أولا مصر دائما هي داعية سلام وتفضل الحلول السياسية والسلمية على أي حلول آخر، حتى في الأزمات البعيدة عن الحدود المصرية مثل الأزمة في سوريا أو في اليمن أو حتى في العراق في وقت ما، كانت مصر دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع وتدعو الجميع للجلوس على مائدة التفاوض. أيوة. في القضية الليبية مصر الأولوية بالنسبة لها أن يجلس الليبيون فقط على مائدة التفاوض دون تأثير من أحد ودون تدخل من أحد ودون حضور لبندقية الميليشيات ودون حضور الأحزمة الناسفة للإرهابيين والمتطرفين، وقتها يستطيع الليبيون التوصل لاتفاق. لكن لا يمكن أن يكون هناك سلام في ليبيا في ظل قيام الطائرات التركية بإرسال الإرهابيين والمرتزقة إلى الغرب الليبي. لا يمكن أن تكون هناك سلام في ليبيا في ظل هذا الحشد الكبير والبوارج التركية الموجودة أمام الشواطئ الليبية. لكل ذلك مصر تقول أن الأولوية للسلام، الأولوية لطاولة المفاوضات، لكن في ذات الوقت مصر تعمل بالتوازي وليس بالتفازي، بمعنى يد ممدودة بالسلام ويد جاهزة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي والأمن القومي المصري والعربي. طيب دكتور أيمن، تخصص حضرتك والدكتوراه بتاعتك في العلاقات الدولية يخليني أو يستفزني عشان أسألك، يعني
التصريحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والدول الكبرى فيه زي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا كمان حلف الناتو، قائدة حلف الناتو وأكبر دولة فيه، تصريحات صيصة وملهاش طعم، وكلها هم قادرين يضغطوا على تركيا زي ما عملوا قبل كده ساعة الانقلاب المزعوم بتاع فتح الله جولان ده، وخلوه يلف حوالين نفسه بالطيارة مش عارف ينزل يروح فين، ولا ايه رأيك؟ انا اتفق معاك، لكن لا يمكن وضع كل الدول الاوروبية والدول الغربية في سلة واحدة. يعني مثلا دولة زي فرنسا دولة لها صوت عالي ومرتفع امام تجاوزات التركية. لان فرنسا تشعر بالخطر الحقيقي على مصالحها سواء في الداخل الفرنسي او حتى في افريقيا. لان وجود الارهابيين في الغرب الليبي تحديدا هيوصل جبهة طويلة من الارهابيين في شمال ليبيا بجنوب ليبيا. جنوب ليبيا متصل بمنطقة الساحل والصحراء اللي بيها حوالي 5200 جندي فرنسي في مالي وفي بوركينا فاسو وفي تشاد وفي النيجر وفي غيرها. ايضا الرئيس ماكرون رفض وتحدث عن الخلايا العثمانية الخطيرة على الامن القومي الفرنسي في الداخل عندما زار ما سمي بمسجد النور في مارس في مدينة تولوز في شهر مارس الماضي. وبالتالي التعامل الاوروبي مع فرنسا يختلف من دولة الى اخرى. النهارده مثلا اليونان اعلنت بس اسمح لي يا دكتور معلش دكتور ايمن قبل ما نخش على اليونان وجيشها وبحريتها اللي وضعتها في حاله تاهب قصوى عشان محاولات تركيا للبحث عن الغاز في بحر ايجا او البحر الاسود، واعتقد دي النقطه اللي حياتك هتطرحها دلوقتي، بس الاول ما هي فرنسا اشتركت امبارح مع المانيا وايطاليا في بيان هزيل خاص بالاتحاد الاوروبي، وان شاء الله نبقى نشوف وان شاء الله نبقى نقعد وربنا يسهل ويمكن نبحث توقيع عقوبات على تركيا بسبب الميليشيات والسلاح. ففي الاخر يعني احنا ما خدناش حاجة من الوضع، التصريحات النارية بتاعت ماكرون. انا مع حضرتك، لكن اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي بيختلف عن اي يعني مؤسسة اخرى. الاتحاد الاوروبي باعتباره بيتكون من 27 دولة، القرار فيه بياخد وقت. يعني مثلا حتى في القضايا البعيدة عن ليبيا من يوم الجمعة اللي فاتت لحد بالأمس كانوا لسه بيتفقوا على حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بأوروبا. هذه مصلحة أوروبية، لكن كان فيها خلاف ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة. علشان كده الاتحاد الأوروبي بيتبع ما يسمى بالنهج المتدرج في فرض العقوبات على تركيا. فرض عقوبات بالفعل في يناير 2019 على البنك المركزي التركي، ومنعوا نوع من الطائرات الشارتر من الذهاب إلى الشواطئ التركية. الآن مطروح أيضا في البرلمان الأوروبي حزمة من العقوبات ممنوعة فيها التصنيع المدني المشترك ما بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ممنوع بيع السلاح لتركيا، وأيضا فرض عقوبات على الدائرة الضيقة من أردوغان. لكن معروف أن الاتحاد الأوروبي بيعطي فرصة تلو الفرصة، لكن أنا مع حضرتك أن في بعض الدول مثل إيطاليا مثلا موقفها رمادي وموقفها غير مفهوم. ده إيطاليا يا فندم، ده إيطاليا دلوقتي كوزيبي دوت رئيس الوزارة كل ما يجي يتكلم عن حاجة مع مصر حتى لو صفقة سلاح لازم يبتدي البيان بتاعه ب من الـ إيه؟ يعني حاجة زي ما يكون يعني مجبر، يعني لابد لنا من التعاون مع مصر في هذه الحالة، وإلا فرنسا هي اللي هتشتري تجري تجيب مش عارف. امبارح برضو قال لابد لنا من التعاون مع مصر وفي ملفات كثيرة، وهو بيتكلم عن اتفاقيات خاصة مثلا بالطاقة أو بغيرها، ولابد أن نتجاوز حادثة جوليو ريجيني. مش معقول احنا هنفضل نلف طول عمرنا في حادثة جوليو ريجيني. الموقف الإيطالي في الحقيقة له تفسير يا أستاذ إيهاب. الحكومة الحالية هي حكومة شعبوية، الحزب الحاكم الآن في إيطاليا حركة تسمى حركة النجوم الخمسة، وهي حركة شعبوية وكانت شريكة لما يسمى رابطة الشمال أو حزب الليجا. هذين الحزبين من سنة أو من سنة ونص كان الانتماء ليهم في إيطاليا عار. هذه الأحزاب كانت موجودة يعني شقة صغيرة في الشارع، لم تكن أحزاب ولا عندها مبادئ أو قيم أو ما إلى ذلك. وبالتالي وصول هذه الأحزاب للسلطة فجأة أحدث نوع من اعتقادي في الفراغ في الدور اللي كانت تقوم به إيطاليا على الساحة الأوروبية وفي ساحل وفي منطقة البحر المتوسط. اليوم الرئيس الفرنسي مقترح اقتراح اعتقادي جيد للغاية، بيقول أن علينا كأوروبا أن نسيطر جيوسياسيا على البحر المتوسط حتى لا يأتي لنا منه الإرهابيون والمهاجرون غير الشرعيون والدول الاستفزازية، في إشارة منه إلى 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 تركيا. ما هو ده سؤالي يا دكتور أيمن. الموقف الأمريكي. أنا سؤالي لسيادتك
إلى ما وإلى متى سنظل نشير؟ متى نوقع العقوبات؟ ومتى نوقف تركيا عند حدها ونعلن بصراحة فوق الترابيزة إنه عيب إن إحنا نعتمد على أداة زي دي أكتر من كده، إذا كانت هي ولا قطر؟ أنا أتفق معك تماما، لكن ربما اتخاذ القرارات على مستوى الدولي وعلى مستوى المنظمات الدولية اللي فيها 27 دولة زي الاتحاد الأوروبي فعلا بتاخد بعض الوقت، وتبدو الآخرين أنها مترددة أو مواقفها رمادية أو غير واضحة. لكن أنا أؤكد لك أن ما يقوم به أردوغان سوف يلقى العقاب الواضح، لأن أردوغان بالفعل حول تركيا من دولة صفر أعداء إلى دولة صفر أصدقاء. اليوم لدي مشكلة مع أرمينيا بسبب انحيازه ودعوته لأذربيجان للحرب مع أرمينيا، لديه مشكلة في العراق يحتل جزء كبير جدا من شمال العراق وجزء من سوريا، واليوم يريد السيطرة على ليبيا، يتحرش بقبرص وباليونان، ولديه على ذكر مشكلة كبيرة جدا قبرص واليونان. على ذكر قبرص واليونان، حالة التأهب القصوى للبحرية اليونانية اللي أعلنت اليوم، والجيش اليوناني بدأ يجهز نفسه ضد استفزازات تركيا، بدأت بالفعل التنقيب عن الغاز في البحر الأسود، تشوف ده هيودي لفين؟ أولا تركيا دخل في منعطف خطير جدا لا يتعلق حتى فقط بقبرص واليونان، لأن الرئيس أردوغان بيقول سنة 2023 سوف يعود لكل أملاك السلطان عبد الحميد الثاني. يا سلام. من ضمن هذه الأملاك التي يريد أن يسيطر عليها، يقول أن المضايق مضايق الدردنيل والبسفور الآن هي مفتوحة للملاحة الدولية. يقول بعد 2023 سوف تصبح مضايق تركية داخلية، ومن يريد المرور فيها سوف يدفع رسوم، وبالتالي هو سوف يمنع السفن الروسية ودول البحر الأسود وغيرها من المرور، وبالتالي هو يفتح جبهة يعني عريضة من الخلاف والمشاكل مع روسيا. لذلك لا يمكن أن تكون تركيا وروسيا في خندق واحد مهما خرج من بيانات أو اتفاقيات مرحلية أو ما إلى ذلك، لأنه في التاريخ كان هناك 17 حرب بين تركيا وروسيا انتصرت فيها جميعها روسيا. عنده مشكلة كمان مع الصين، هو بيدعم ما يسميها العرق العثماني داخل الصين، حوالي 100 مليون صيني بيحاول يدفعهم للانفصال في منطقة جيانج جينج عن الصين. النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية منعت بشكل نهائي توريد طائرة F-35 لتركيا. والطائرات التي كانت مخصصة للجيش التركي تم بيعها للجيش الأمريكي. وكمان أوقفوا تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة. إذا مساحة العداء لتركيا تزداد، مساحة العقوبات ضد تركيا تزداد. معلش يا دكتور أيمن، لأن حضرتك علمك غزير وأنا عايز أستفيد في كل نقطة، فاضل لي نقطتين. أمريكا موقفها إيه؟ وبعدين عندي سؤال يخص قطر. أمريكا موقفها الحقيقي إيه؟ أولا موقفها الحقيقي تذهب، لازم نرجع لشهر 11 اللي فات. شهر 11 اللي فات اتصل الرئيس ترامب بالمشير خليفة حفتر لمدة 42 دقيقة، ومعروف عن الرئيس ترامب أنه لا يريد الحديث أو لا يحب الحديث في التلفونات كتير، وده معناه كان في الولايات المتحدة الأمريكية على يقين تام بدور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب. لكن حدث تغير في نهاية العام في ديسمبر 2019 أن طائرة مسيرة أمريكية تم إسقاطها فوق طرابلس. اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بعناصر الفاجنر الروسية بأنهم أسقطوا هذه الطائرة، وبالتالي بدأت تسوق في الصحافة الأمريكية قصص عن قاعدة روسية في ليبيا، وأن ليبيا سوف تتحول للنفوذ الروسي، وأن روسيا ستستطيع أن تقصف المدن الأوروبية بصاروخ قصير أو متوسط المدى على الأكثر. كل هذه المخاوف في الصحافة الأمريكية وفي مراكز الأبحاث الأمريكية من روسيا جعل الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز إلى حكومة السراج وإلى تركيا الآن. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدلا أن ترسل جنودا أو ترسل حتى موظفين دبلوماسيين زيادة لمواجهة ما تسميه بالنفوذ الروسي المتصاعد في ليبيا، أرسلت وكيلتها وهي تركيا. تركيا دائما دولة وظيفية، دولة خدمية لخدمة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، وده من سنة 49، لأن تركيا هي أول دولة في العالم الإسلامي تعترف بإسرائيل، وكثير من الناس ما عرفوش الكلام ده. لا طبعا. يعني تركيا اعترفت بإسرائيل بعد قيام إسرائيل بشهور قليلة. وعلشان كده كفؤوها ودخلوها حلف الناتو في الوقت 1952، في الوقت اللي كان كل الدول العربية وإلى الآن تعتبر كيان صهيوني. طب خليني أسأل سيادتك أخيرا عن النهاردة، قطر الطيران القطري يعلن أنه سيطالب دول الربيع العربي، مصر والبحرين والإمارات
السعودية. نعم السعودية هو الرباع. يعني هيطالبهم بمليارات الدولارات اعتقد في مقابل قرارهم بعدم التحليق فوق سماء الدوحة. ايه رأيك؟ يعني طبعا يعني تركيا وقطر وجماعة الاخوان خيالهم واسع جدا وتحدثوا في اشياء يعني غير واقعية على الاطلاق. اولا من حق الدول الرباع العربي حق سيادي ان يمنعوا اي طائرة تمر فوق الاجواء او في حتى سفينة في البحر الخاصة بهم، وده بوفق كل الاعراف والقوانين الدولية منذ مؤتمر واستفاليا في القرن 17. لكن الدول الأربعة منعت الطيران القطري من المرور في أجواءها لاعتبارات أمنية ومن حقها وفق سيادتها، لأن قطر تقوم بدعم الإرهابيين والمتطرفين، وإحنا شفنا أكثر من مرة أن الجزيرة تعلن عن خبر عن عملية إرهابية في سيناء قبل أن أي أحد يعرف طبعاً. وبالتالي طبعاً. والدول من حقها أن تقوم بكل الإجراءات التي تحمي مواطنيها وتحمي أراضيها. لكل ذلك ذهبت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب يبدو في شكله الخارجي أنه يدعمها، لكن في حقيقة لا يعطيها أي حق. صحيح. ذهبت وقالت للمحكمة هل منظمة الإيكاو أو منظمة الطيران المدني في كندا هي المسؤولة عن حل أي خلاف بيننا وبين الرباع العربي؟ المحكمة قالت لها نعم، لكن لا يترتب على كلمة نعم أي شيء في الإيكاو، يعني منظمة الإيكاو حتى الآن والإيكاو نفسها لا تملك التدخل في الشؤون الداخلية لدول الربيع العربي. بالتأكيد بالتأكيد، يعني لا تملك أي حق. ده الاشتراك في منظمة الإيكاو اشتراك حر، اشتراك بالإرادة طوعي الوطنية طوعي وليس بشكرك يا دكتور. بشكرك يا دكتور أيمن، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. وكنت قلت لحضراتكم كده يعني شذرات عن خبر أقوله لكم بالتفصيل دلوقتي. تركيا تنتهي من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مصر. خدوا بالكم بقى أنه إيه صياغة الخبر دلوقتي جاية من جهة معادية، فركزوا معي. لإرسال مصر جنود إلى ليبيا، ده حسب صحيفة زمان التركية طبعا عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية. الصحيفة التركية أكدت أن أنقرة بتراقب تبعات قرار البرلمان المصري بالسماح للرئيس المصري بإرسال قوات مصرية لليبيا، وأضافت أن تركيا مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض له قواتها. طبعا ده كلام مغلوط، لأن احنا مش هنعمل أي هجوم إلا لو هم تخطوا الخط اللي وضعه السيد الرئيس سيرة الجفرة. وقالت المصادر انه في حال ارسال مصر قوات عسكريه تركيا لديها خطه لزياده قواتها ومعداتها الموجوده في ليبيا في وجه القوات المصريه. والمتحدث باسم الرئاسه التركيه ابراهيم قالن كان قد اكد مؤخرا ان بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهه مصر في ليبيا، ولكن في الوقت نفسه شدد على دعم تركيا لحكومه الوفاق في طرابلس. سيادة اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، مساء الخير يا فندم. عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين. سيادة اللواء رضا، يعني دلوقتي تركيا موقفها ايه بالظبط، وايه اللي فوق الترابيزة وايه اللي تحت الترابيزة؟ اولا لما نيجي نحلل الموقف التركي، فأردوغان لا يبحث عن تركيا ولكن يبحث عن عثمانيته، يرغب في السيطرة على المنطقة بالكامل ويعيد الدولة العثمانية التي انتهت ولايتها ولفظها العالم أكبر. لما نيجي ننظر إلى موقفه، أولا هو دخل في سوريا وأفسد هذه الدولة ودمرها نهائيا، اقتحم ليبيا، اتفق مع السراج. أولا حكومته لم تنل موافقة أو تأييد من البرلمان الليبي، إذن هي حكومة غير شرعية، حكومة انتهت ولايتها، أجرى معها معاهدة، وليست معاهدة ولكن اتفاق للسيطرة على هذه المنطقة. أردوغان كان على وشك إقامة حرب في أوروبا، ولكن ميركل هي التي وقفت في مواجهته وأنهت هذا الهجوم. إذن هو يرغب في تدمير المنطقة، هو يرغب في الاستيلاء على مقدرات
دول البحر الأبيض المتوسط والغاز الطبيعي الموجود به، ودخوله في ليبيا دخول غير شرعي ودخول غير موافق للمعاهدات ولا القانون الدولي. طيب سيادة اللواء رضا، يعني دلوقتي الوضع على الأرض في ليبيا، هل هدأت حركة الميليشيات؟ هل هناك ضغط من الحشود العسكرية اللي أعلنت لجنة شؤون الخارجية بالبرلمان الليبي بالأمس قلقها الشديد من التحشيد العسكري بمدينة سرت، وقلقها على 100,000 نسمة من السكان الليبيين من الضغط عليهم من القوات العسكرية الخاصة بحكومة الإرهاب فايز السراج مع القوات التركية؟ سيدي، أن السراج أولا ليس له حكومة، السراج لم ينل موافقة البرلمان الليبي، القبائل الليبية ضد السراج، الشعب الليبي أو الرأي العام الليبي ضد السراج، السراج يعتمد على حكومة إخوانية من خارج، هو يدعم نفسه من الخارج وليس من داخل الشعب أو القوات المسلحة الليبية، اعتمد على الميليشيات، اعتمد على السلاح القادم من الخارج، اخترق جميع الاتفاقيات الدولية وأجرى مذكرة رغبوا في إيداعها الأمم المتحدة ولكن رفضتها جميع الدول بينه وبين تركيا. اسمح لي سيادة اللواء، هل لدينا معلومات على الأرض من التحشيد العسكري في سرت؟ وضع السكان الليبيين إيه؟ وضع قوات حفتر على خط التماس بينها وبين الجيوش الإرهابية اللي موجودة؟ هو طبعا في صمود وفي وقفة من الجيش الليبي ضد الميليشيات القادمة من تركيا والميليشيات القادمة من الخارج لحكومة السراج لإيقاف هذه الحشود القادمة إليهم. وطبعا إحنا في مصر صرحنا بأن سرت والجفرة خط أحمر ولن نقف مكتوفة الأيدي، لأن إذا اقتحمت هذه المنطقة الغنية بالبترول سيستخدم هذا البترول لتمويل عناصر إرهابية وحيواجه باتجاه الغربي لمصر، فلن نقف نحن المكتوفين الأيدي في مواجهة هذا الاقتحام. طب أخيرا سيادة اللواء، اسمح لي أسأل حضرتك بتاريخك العسكري، يعني لو محدش عدى الخط بتاع سرت الجفرة دلوقتي، لكن في تلغيم للكباري عشان محدش من قوات الجيش الوطني الليبي يوصل، وفي حشود عسكرية كبيرة وفي معدات وفي أسلحة وفي 100,000 نسمة من الليبيين ربما يستخدموا كدروع بشرية إذا حاولت حفتر قوات فريق حفتر إنها تدخل الناحية الشمال، محدش هيعدي، لكن ماذا سنفعل في هذا التحشيد العسكري اللي بيسيء الوضع على الأرض بالفعل؟ لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا العدوان الغاشم، سواء إذا كان تلغيم كباري أو سواء حشود عسكرية أو ميليشيات قادمة لهذا الشعب الليبي، لأن القبائل الليبية هي التي استنجدت بمصر لمواجهة هذه العناصر الإرهابية، الرأي العام الليبي، البرلمان الليبي، القوات المسلحة الليبية هي التي استنجدت بمصر لمواجهة هذه العناصر الإرهابية، وحنعتمد في مواجهة هذه العناصر على الشعب الليبي نفسه ليواجه هذه العناصر الإرهابية. بشكرك جدا يا فندم على وجود سيادتك معنا على الهاتف. شكرا. شكرا جزيلا سيادة اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي. طيب، وزارة وزير التموين، ده آخر خبر معايا النهاردة، وزير التموين يعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي قها وإدفينا. والحقيقة أنه يعني شابو، إحنا بنطالب بهذا من سنين واتخذت بالفعل خطوات، و مش عايز أرجع أفكر حضراتكم أيام ما كان لبسنا من شركة بيع المصنوعات، وأيام ما كان أكلنا من أها وإدفينا، وعصرنا من أها وإدفينا،
والألومنيوم بتاعنا من مصايع النجا حمادي، والحديد من حديد والصلب في حلوان، والملابس بتاعتنا من المحلة، والعفش بتاعنا من دمياط، وكان لنا حياة كاملة هادئة جميلة، وكنا نصنع قوتنا وقوت الآخرين، ونصنع ملبسنا وملبس الآخرين وعفشنا وبيتنا وكل حاجة. فإحنا يعني مسألة إن الدكتور علي المصلحي وزير التموين أحاط النهاردة مجلس الوزراء علما في اجتماع مجلس الوزراء اللي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بالعلمين الجديدة، مقر المجلس الجديد في منطقة مدينة العلمين الجديدة، أحاط المجلس علما ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي قها وإدفينا، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بالتفصيل الكامل عقب الانتهاء منها. احنا ايه مشاكلنا يا اخواننا؟ يعني ببساطة كده، ايه مشاكلنا في كل ما هو على شاكلة قها وإدفينا؟ مشاكلنا ربما في التعليب، ان احنا ناخد بالنا من الاجزاء اللي ممكن تعور، وسهولة الفتح والتعامل مع العبوة، الشكل الجميل بتاع العبوة والملصق اللي عليها، نعمل شوية تسويق، نعمل شوية دعاية. ما تتصوروش، انا مش عايز اقول لحضراتكم انه وانا طفل صغير يعني سافرت مع اهلي برا مصر، وكنت بشوف قد كده العلبة الفول المدمس اللي كان واخدين معاهم يعني الزاد والزواد من قهى وإدفينا، عصير فول مدمس، منتجات مربات، تتكفيك اسبوع وعشر ايام وخمستاشر يوم، وعلبة الفول المدمس تعرفين هناك في اوروبا كان نظام التدفئة بالغاز، الدفايات ماسورة سخنة يتحط عليها الهدوم تنشف، يتحط عليها المية تغلي، وترمي فيها العبوة بتاعت الفول دي، ثلاث دقايق تبص تلاقي الفول من جوه سخن، وتطلعه تفضيه في العلبة. موجودة المنتجات الى الان، بس لازم تكون اكتر منتجات موجودة، ولازم تكون موجودة اكتر من شركات تانية مش عايز اذكر اساميها، ومش عايزين ندمرها او نوقف انتاجها، لكن الاولوية تكون للدولة. العبوة، الملصق، الشياكة، التسويق، الاعلان، وبعدين احنا عندنا ثقل استراتيجي ولوجستي قوي جدا، عندنا مصانع، عندنا مكاتب، عندنا فروع لبيع المصنوعات في كل افريقيا. لو نشطنا ده البضاعة تبيع نفسها، مش هنحتاج اعلانات بالملايين ولا بالمليارات، ولا اعلانات عن منتج ضعيف زي ما احيانا بيحصل من شركات اخرى. فيعني انا في انتظار ان الخطة دي تكتمل، وانه تنتهي تفاصيلها وتعرض على رئاسة مجلس الوزراء، عشان زي ما قلنا مبارح من فاتمة سبيرو تاه، كمان كل شركاتنا ومصانعنا الكبيرة بتعود بقوة مرة تانية للظهور، مش بس في أسواق مصر، ولكن أيضا في أسواق إفريقيا والعالم إن شاء الله. تعالوا ناخد كده إحصائيات كورونا وهي بعون الله متناقصة، من يعني بقالنا دلوقتي أكتر من 20-25 يوم. أنا شفت النهاردة الكيرف المنحنى بتاع كورونا مصر، واللي وصل فيه 19/6 لأعلى نقطه 1694 حاجة زي كده، رقم يعني كنا خلاص رشقين في 1700 حالة إصابة، وبعدين منحنى بينزل 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 لغاية لما نشوف دلوقتي. بس نشوف الأول الإحصائيات في العالم قبل ما نشوف الإحصائيات في مصر. العالم سجل بعد أعداد جديدة، سجل 15,220,706 حالة إصابة، تعافى منهم 9,194,829، وتوفي منهم 622,493. تعالوا ندخل على الإحصائيات المصرية. النهاردة سجلنا 667 حالة جديدة، وهو رقم يعني راذرلي هاي، يعني يعتبر مش عالي، لكن يعني احنا كنا وصلنا ل 598 قبل كده. ترتفع الأعداد الإجمالية للإصابات 89,745، غادر منهم المستشفيات بالفعل 30,075، وده رقم يقترب من 34% تعافي، وده رقم كويس قوي، لأن احنا بقالنا فترة بنقول لحضراتكم طول ما احنا في
منطقة التلاتين في المية احنا في رينج آمن على المنظومة الصحية. لا احنا تعدينا ده الحمد لله. النهاردة سجلت 41 حالة وفاة، وطبعا رغم كل تعازينا لأسر هذه الحالات إلا أننا بنشكر الله جزيلا أن الرقم ده نقص جدا بعد ما كان يقترب من 100 حالة في اليوم. بترتفع إجمالي حالات الوفاة بالطبع لأنه بيضاف إليها كل يوم أرقام إلى 4440 حالة. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا، وأسيبكم دقائق قليلة وأرجع لكم تاني. أكدت الحكومة المصرية على تقديم كافة صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، بالتزامن مع نجاح ضباط وجنود القوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً. فمصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها. هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حديثه اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد على أن التحديات التي تواجه مصر خارج حدودها أو في الداخل، شعب مصر قادر على مواجهتها ومجابهتها كافة والصعاب التي تواجهها. فالأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن أمنها القومي وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها ضد أي خطر أو تهديد. وهذا يتأكد مع القرار التاريخي للبرلمان المصري الذي مهد للقوات المسلحة تنفيذ واجباتها الدستورية المنوط القيام بها، وأتاح لها تحديد زمان ومكان الرد ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في ليبيا، خاصة في ظل الإصرار التركي المتغطرس على احتلال ليبيا. فمصر اليوم هي محط أنظار العالم، والكل يدرك قيمتها وقدرتها، وأنها تملك جميع الخيارات لتغيير الواقع على الأرض، إذ يتأتى ذلك بمساندة الدولة كفرد على كل مصري يعيش داخل البلاد أو خارجها. سيادة اللواء محمد صادق الخبير في مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيادة اللواء. يعني أنا عايز أبتدي مع حضرتك من الآخر، من حادثة امبارح، صد الهجوم الإرهابي على الارتكاز الأمني في بير العبد وتصفية 18 تكفيري من ضمنهم واحد يرتدي حزاما ناسفا، والقضاء على 4 عربات دفع رباعي 3 منها مفخخة. هل في تقدير سيادتك مازال يوجد على أرض مصر أو مدفون في رملها مزيد من الأسلحة، من العربيات الإرهابية، من الأحزمة الناسفة، من الطلقات؟ هو في الواقع هو مش موجود على أرض مصر الكلام ده. اللي بيحصل عملا استمرار هذه العمليات بالشكل اللي الناس بتشوفه ده، أيه، بالشكل المغير اللي احنا حضرناه سواء في التسعينات او في الثمانينات، أيه، ده بيرجع لان ده مدعوم من اجهزة مخابرات اجنبية ومدعوم من دول دعم لا نهائي. كيف تصل هذه المعدات والاسلحة يا سيادة اللواء؟ الاعلام والكلام ده. كيف تصل هذه الاسلحة الى مصر؟ كيف افصل ايه؟ كيف تصل هذه الاسلحة للتراب الوطني المصري؟
الأسلحة أولا دخلت سيناء من بعد ما الناتو دمر الدولة الليبية ودمر الجيش الليبي ودمر مخازن الأسلحة في ليبيا اللي كانت يعني مخازن لا يعني بلا حدود. كل ده اتدخل في سنة حكم الإخوان المسلمين السيء، اترحل لسيناء وخرجوا العناصر دول واتكمروا في سيناء يعني اعتقادا منهم او التخطيط كان بيقول ان الإمارة الإسلامية هتعلن من سيناء. لما فشلوا في حكم مصر والشعب المصري كشفهم وتصدى لهم بالشكل المشرف ده، وقامت ثورة 30 يوليو قوات مسلحة مع جهاز الدولة بالكامل مع الشعب المصري كشفوا هذا المخطط وبدأنا نواجههم في سيناء. احنا طبعا احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا نذكر تماما ان احنا كنا كل يوم بيحصل عندنا حادثة واثنين وثلاثة، مش يعني مش حادثة واحدة، صحيح اكتر من وقع في اليوم الواحد. صحيح النهاردة لا طبعا اللي موجود في سيناء لا يقارن بالنسبة اللي كان موجود قبل كده. هتقول لي حضرتك هتقول لي طب ليه مستمر لحد دلوقتي؟ لان دي ده اسمه موجود دول مش موجود اشخاص. ده مش تنظيم، يعني احنا كنا زمان بنواجه تنظيم سري مسلح بيبقى له حدود، لما النهارده دي دول بالكامل بتدعم هذا. وعلى فكره هو مش دول بس، يعني ده مش دول اقليميه ولا دول في المنطقه، لا ده واضح طبعا مخطط اكبر من كده. مصر بتستهدف على مستوى اعلى من كده كمان. يعني احنا طبعا شايفين التخاذل الواضح من الجانب الامريكي، طبعا التخاذل الواضح من بعض الدول الاوروبيه واضح طبعا ان هم عايزين يوصلوا، لان مصر لا يعني يوقفوا النمو الاقتصاد المصري والتقدم المصري والانطلاقه اللي بدات تحصل على ارض مصر، لان برضه عايزينك تفضل في حجمك، عايزينك نفضل في حجم معين. وجاي لك من ليبيا بقى، هم فشلوا في الشرق في سيناء وفشلوا في جنوب السودان، ففي الاخر جاي من الغرب. ايوه وجاي من البحر الابيض المتوسط كمان من الشمال. فهو المخطط دول، مخطط دول وقائم عليه اجهزه مخابرات اجنبيه، واولها طبعا السي اي. واحنا لا طبعا يعني مش عايزين يعني نفضل المسابقه دخلي يعني كبير جدا في اللي بيحصل على ارض مصر، والا ما يعني اللي بينظر بنظره بسيطه جدا هلاقي كل الارهاب طال المنطقه عدا دوله اسرائيل. لو اسرائيل ما خلاص ما بقاش يضرب عليه طلقه واحده، صحيح هي الوحيده دي، لان المؤسسات هو صاحب الجيم ده وهو مشارك في الجيم ده مع سي اي ومع المخابرات البريطانيه، الكلام ده كله بيستهدف مصر. فانا بفسر لك ليه لحد دلوقتي في اسلحه موجوده في سيناء وليه لحد دلوقتي في عمليات في سيناء، ولكن على الجانب الاخر ايه النتيجه؟ النتيجه مزيد من النجاح والتقدم القوات المسلحه والشرطه المصريه والشعب المصري وكل مؤسسات الدوله المصريه. واحنا بهذه المناسبه بنحييهم على العمليه اللي اتعملت امبارح والنجاح اللي اتحقق امبارح. صح طبعا راح فيها 2 شهداء نحسبهم ان شاء الله من الشهداء الابرار، ويا رب ان شاء الله يعني يجعل مثواهم الجنه وصبر اهليهم جميعا. انما في الاول وفي الاخر ده نجاح للقوات المسلحه المصريه ونجاح للشرطة المصرية، احنا بنحيي عليه مؤسسات الدولة في مصر. يعني ايه اللي حصل؟ ان هم ماتوا 18 واحد وتدمر كل الاجهزة دي وتدمر كل المعدات دي كل مرة. فاحنا يعني بنودي بقى بمناسبة الكلام بنودي لهم هم الحديث. طب يعني لحد دلوقتي ما اقتنعتوش ان مفيش فايدة؟ لحد دلوقتي ما اقتنعتوش ان انتوا مش هتقدروا على مصر ومش هتقدروا على جيش مصر، صحيح، ولا على الشعب المصري ولا على الشرطه المصريه ولا مؤسسات الدوله؟ بس يعني هتستعصي على السقوط، هم شايفين كده فهم بينتحروا خلاص. أيوة. خليهم ينتحروا، انما في الاخر النتيجه ايه؟ النتيجه الفناء والدمار ليهم هم ان شاء الله، وهتختم باذن الله بهذا الاردوغان المجنون اللي متخيل ان هو هيعيد ما يسمى بالخلافه الاسلاميه اللي كانت أسوأ عهود حكمت مصر او حكمت المنطقه، مش هنقول العالم الاسلامي لان ده ما كانش له علاقه اطلاقا بالاسلام اطلاقا.
بالإسلام. دي مجرد يعني كانت إمبراطورية بتفرض سيطرتها على المنطقة. كانت من أسوأ الفترات اللي عشيتها مصر، عشيتها المنطقة بالكامل يعني. طيب إنما هو التاريخ طبعا ما وضحش الكلام ده كويس. بدأ يظهر، الناس للناس العامة والناس كلها إن دي كانت يعني فترة سيئة جدا، وأسوأ فترات الظلم والقهر والاحتلال وهتك الأعراض وهتك والاستيلاء على الأموال يعني. والنهاردة دي إحنا بنشوفهم، شوف كلام ده في صورة داعش والقاعدة وبقية التنظيمات الأخرى بمختلف مسمياتها. طيب سيادة اللواء من فضلك، حضرتك كنت من أبرز مسؤولي الأمن في مصر، وكنت وكيل جهاز أمن الدولة، وده بيخلي سيادتك أحد أهم خبراء الأمن. إيه الفرق ما بين ملامح مواجهتكم للإرهاب في التسعينيات، الفترة اللي سيادتك كنت فيها بتتولى المسؤولية، وبين ملامح الإرهاب اللي بنواجهه الآن في 2020؟ لا هو بس تصحيح، أنا ما كنتش وكيل أمن الدولة، أنا كنت أحد قيادات أمن الدولة، كان آخر حاجة وكيل أمن الدولة الجيزة ومدير أمن الدولة القلوبية. تمام يا فندم. لما ما كنتش وكيل جهاز برضه. تمام يا فندم. إنما أنا اشتغلت 30 سنة في جهاز أمن الدولة، أغلبهم في مواجهة الإرهاب، مكافحة الإرهاب ما بين الجيزة وما بين القلوبية وما بين المنيا في عز الإرهاب. أي. الفرق إن إحنا كنا بنواجه تنظيمات مسلحة. أي. تنظيمات مسلحة ما هياش بقى إمكانيات دول، اللي بيحصل النهارده ده حرب أكبر. إحنا واجهنا الإرهاب في التسعينات، قوات مسلحة لا تضرب عليها طلقة ولا ضرب الطلقة، لم تشارك إطلاقا في اللي حصل في التسعينات والثمانينات والتسعينات. الشرطة المصرية اللي خدت هذا على عاتقها، وكان في مقدمتها جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن المركزي والبحث الجنائي، دول اللي تصدوا للإرهاب في الثمانينات والتسعينات، وبعون الله يعني فشلوا وصفناهم تماما وأنهينا عليهم وأجبرناهم على الشرذمة اللي كانت في الآخر منهم، سلموا سلاحهم وأعلنوا بدأت توقف العنف من جانب واحد، وانتهى تماما الإرهاب في مصر. مصر دايما سباقة في مواجهة الإرهاب. لأن ليه مصر؟ الإرهاب ده كله جاي منين؟ الإرهاب ده كله نشأ من حضن جماعة الإخوان المسلمين. أي. وجماعة الإخوان المسلمين أصلا نشأت في مصر 28، فكل الجماعات اللي قدامك بمختلف مسمياتها دي كلها طالعة من حضن ومن بطن ومن عباءة الإخوان المسلمين. فمصر لها السبق، أصبحنا أصحاب خبرة. إحنا يعني ما هوش فخر لما نقول نحن كنا احنا اخترنا الجانب الامريكي بما حدث في 11 سبتمبر. أي. قبلها معلومة وصلت لنا قبلها واخترناه. أي. هم لم يتنبهوا اللي هيحصل عندهم. ودي وقائع ثابته، مش طب سيادة اللواء كلام الشرطة المصرية وجهاز الامن المصري. اتفضل. كلام حضرتك فضل. بيغريني بان انا اسال سيادتك عن المعلومه، بما ان سيادتك تفضلت بان احنا اللي كانت عندنا معلومه 11 سبتمبر واخبرنا بيها الجانب الامريكي قبل الحدوث. المعلومه تقول تحليلها ومحاوله تقدير الموقف من قصد نجاح يا فندم، اسمح لي بس، قصد نجاح الاجهزه في مواجهه الارهاب. اي. بيقاس نجاح الاجهزه في مواجهه الارهاب. اي. بالقدرة على جمع المعلومات. أكيد. جمع. طيب. قاعدة المعلومات. طيب. كل ما كانت هذه الأجهزة تملك قاعدة من المعلومات، القاعدة دي معلومات دقيقة ومتطورة وعريضة، بتبقى ليك دايما السبق في مواجهة الإرهاب. ليه؟ طيب. لأن دي مش حروب جيوش، مش حروب جيوش منظمة. أيه. ما بيبقاش جيش بيواجه جيش. أيه. لا، ده هي ناس بتستخبى وبتدارى في وسط المجتمع المدني، وبيطلع لك في اي وقت بشكل او باخر، سواء بقى في تفجيرات، سواء باعمال انتحاريه، سواء باعتداء بقى على مؤسسات سياحيه، مؤسسات دينيه، شخصيات عامه، اغتيالات، تفجيرات وخلافه. فهو عشان كده دايما بنقول ان دايما يعني السر في السبق في مواجهه الارهاب دايما بيبقى للي بيسبق في الوصول للمعلومه. وعشان كده دايما بنقول، وده خبرتنا بقى بتقول كده، خبرتنا بتقول ان احنا لازم ندعم اجهزه المعلومات. اجهزه المعلومات، اجهزه جمع المعلومات. أي. اللي كانت متمثله بالدرجه الاولى في جهاز مباحث امن الدوله، اللي للاسف وبكل اسف اتحل
واستبدل اسمه بجهاز الامن الوطني، وطبعا حصل فيه ما حصل طبعا عشان يرجع تاني زي ما كان. طبعا بذلنا جهد كبير قوي قوي، ونتمنى ان هو يرجع بنفس قوته وبنفس مسماه، لان هذا الجهاز كان له السبق دائما على مر التاريخ من اول الارهاب لحد النهارده في كشف مخططات الارهاب على مستوى مصر وعلى مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم. كان في خبرات لخساره انها يعني لا يستفاد بها. فانا عشان كده بقول ان جهاز امن الدوله في مصر كان القاعده الاساسيه فيه في مواجهه الارهاب ان هو اساسا يعني لديه قاعده معلومات متطوره، قاعده معلومات عريضه، لديه خبرات، اجهزه حديثه، وسائل رصد حديثه. كان يعني في كل دي كان دايما بيدينا السبق في مواجهه الارهاب. وباذن الله طبعا الخبرات دي يعني نشأ خبرات غيرها، ووصلوا برضو بالتجربه لخبرات جديده، واللي بنشوف النهارده طبعا حاجات مشرفه بنحيي اجهزه الامن عليها، ونتمنى مزيد من التقدم في الحصول على هذه المعلومات. طيب سياده اللواء محمد صادق، بقدره حضرتك وخبرتك الطويله في تحليل المعلومات بما هو متاح لدينا من معلومات، تصور سيادتك ايه للايام القليله القادمه على الارض فيما يخص ليبيا والخط الاحمر اللي حدده سياده الرئيس، سرت والجفره والتحشيد العسكري اللي عماله تمارسه تركيا مع حكومه الارهاب، حكومه السراج، وكمان بما فيما يخص سد النهضه كمان؟ وما يتعلق اذا كان بنتكلم على الجانب الليبي او على الجبهه الغربيه بالنسبه لنا، ان شاء الله واضح تفوق الجيش المصري والقوات المسلحه المصريه على ما يعني ما يحشده اردوغان من ميليشيات ومرتزقه وافراد، يعني عايز اقول لك ايه، يعني ناس ما لهاش اهل. هو لم الناس دي منين؟ المرتزقه اللي جايه دي جايبها منين؟ ما ولاد وشباب ما لهمش اهل، يعني نسبه كبيره جدا فقدت اهلها، فبأصبح لا هو ليه وظيفه ولا ليه بيت ولا ليه اهل يبكي عليها ولا ليه حاجه، فبيجي بيديله حفن من الدولارات وبيدخله يموت، وبالاخر بيستبدله بغيره. ومش بس ما بقتش عقيده، في بعض نسبه ضعيفه منهم يعني بيعملوا لهم غسيل مخ وبيقنعوهم من لاجئات في سبيل الله، وده طبعا كلام من غير يعني غير صحيح بالمره. ايوه المثل ده ابعد ما يكون عن الاسلام وعن سبيل الله، ولا يعني ربنا بريء منهم جميعا يعني. ماشي. فالحاصل الجيش التركي النهارده ما تقولش ان فيه سراج، سراج ده راجل عميل، راجل باع بلده، راجل يعني مش عارف الراجل ده، هذا السراج هيقول لولاده ايه؟ هيقول للشعب الليبي ايه بعد كده؟ هيقول للتاريخ ايه بعد كده؟ لما يروح يمضي على بياض ويقول للأردوغان وتركيا تعالوا اتصرفوا في ليبيا زي ما انتوا عايزين، اتصرفوا شوفوا عايزين ايه وتصرفوا، مش بس في مقدرات الشعب الليبي وفي قوت الشعب الليبي وفي اقتصاد الشعب الليبي. البنك المركزي الليبي كله اتنهب لتركيا، البترول والغاز هو الهدف كل البترول والغاز. أيوة. ليه؟ لان هي تركيا اصلا اقتصاديا بتنهار اقتصاديا. أيوة. فبيقفز قفزه زي المغامر اللي يموت يعيش. أيوة. ومتصور كان ممكن يحل مشكله الاقتصاد بتاعته بالبترول الليبي، بالطاقه في ليبيا، بالبترول والغاز في ليبيا. أيوة. ولكن هو فين الجيش الليبي؟ انت تتخيل او في اي عاقل يتصور ان هيجي شوية ليبيين ايا كان على ارض ليبيا، شوية اتراك على ارض ليبيا وواجهوا الجيش المصري؟ المعركة لا يمكن، بكل الحسابات المعركة محسومة للجيش المصري ومحسومة للجيش الليبي. الجيش الليبي واقف على رجليه ومدعوم من القبائل، مدعوم من الشعب الليبي. الشعب الليبي لن يقبل اللي حصل الشعب السوري، اللي حصل في سوريا مش هيحصل في ليبيا، لان الناس دي مش هتقبل ممارسات قاعدة وداعش وهتك الاراضي اللي عملوها في هذه الاراضي ونهب الثروات. لا، القبائل
ليبيا لن تقبل هذا وجيش حفتر لن يقبل هذا وجيش المصري ده بقى في الاخر محدش هيقدر يعدي الخط الاحمر اطلاقا واللي هيعدي مش هيرجع تاني. واردوغان عارف كده على فكره وبدا يجيب ورا اردوغان بدا يتراجع وعايز يقول طب نقعد لا تقعد انت مين عشان تقعد انت بصفتك ايه داخل التفاوض في ليبيا المفروض الليبيين يتفاوضوا مع بعض ايا كان. فهو اللي البيان اللي طلعته مصر والقياده المصريه ووزاره الخارجيه المصريه والشروط اللي حطيتها من يومين بان مفيش تفاوض والاتراك موجودين لازم المرتزقه دي كلها تنسحب من ليبيا لازم السلاح ده كله يتسلم في للجيش الليبي مفيش تفاوض من غير حفتر ولا عقيله صالح الكلام ده كله ده الواقع ومصر هي اللي هتفرض كلمتها هتفرض كلمتها ليه؟ من منطلق برضو لان مصر داعية للسلام مصر ليست داعية للحرب الجيش المصري ما هوش جيش بيدعو للحرب بالعكس بيدعو للسلام وهو اللي فرض واللي اتفرض في ليبيا ده وتحط خط احمر ده من الجفرة لسرت ده في الاول وفي الاخر لا ده دعوة للسلام ليه ما تقربش مننا عشان ما فيش بقى يحصل دم اكتر من كده. وهو طبعا اردوغان واضح انه بدأ يتراجع واحنا طبعا عندنا امل ان المجتمع الدولي يفوق ويضغط عليه وطبعا لان سفك الدماء ده مش بالقليل سفك ايا كان. طب سياده اللواء فيما يخص سد النهضه في اثيوبيا ولا ايا كان في الاول وفي الاخر احنا لسنا دعاء لسفك الدماء. طيب سياده اللواء احنا فاضل لنا دقائق قليله عايز اعرف سد النهضه في اثيوبيا واضح ان اللعيبه ايوه فندم بك بسال سيادتك عن سد النهضه في الدقائق القليله المتبقيه سد النهضه يعني. واضح ان اللي بيلعب هنا هو اللي بيلعب ما انا بقول لحضرتك اللي بيلعب في اثيوبيا هو اللي بيلعب في ليبيا تمام ولهذا ده يفسر لك التوقيت المتزامن ايوه ما بين يقول لك حمل السد النهارده وعمال يزحف نحو سرت ليه لان اللي بيلعب هنا بيلعب هنا مش انا قلت لك كده في الاول ان المستهدف هي الدولة المصرية صحيح هم مش عايزين مصر تنطلق الانطلاقة اللي شافتها مصر بعد 30 يونيو حاجة يعني يتعمل لها ألف حساب ولهذا هم عايزينك تقف عند حدود معينة ولهذا بعمال يعني ينخرر في اثيوبيا شوية وداخل عليك من ليبيا شوية كل ده ضغوط على مصر وعلى القيادة السياسية المصرية وعلى الشعب المصري وعلى القوات المسلحة المصرية ولكن هيهات مصر بإذن الله منتصرة مصر بإذن الله هتتفوق مصر بإذن الله لن تركع ولن تخضع ولن تهزم لأن التاريخ بيقول كده دي أم الدنيا. أنا بشكر سيادتك جدا يا فندم على وجودك معنا جزيل الشكر جزيل الشكر لسيادة اللواء محمد صادق خبير مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية المصري الأسبق وبشكركم جدا وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة في برنامجكم مساء الخير وبكرة هتكون أول حلقة لهذا البرنامج في يوم خميس وهتكون الساعة 11 مساء وأتمنى أن حضراتكم برضو تتابعونا بنفس الحماس وتقولوا لنا رأيكم وهنحاول أنها يعني تكون برضو حلقة مختلفة وجديدة فيها كل ما يهمكم ويفيدكم ويمتعكم. تصبحوا على خير.